السادة المشاهدون الأفاضل، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا، برنامج مسلات. وحلقة اليوم نخصصها لسؤال حول موضوع تكوين العقل السوداني. تكوين العقل السوداني، أي عبر تاريخ تكوين العقل السوداني في الحقبة الحديثة، حقبة ما بعد الاستعمار أو قبل الاستعمار إلى الآن. وحينما نتحدث عن العقل السوداني أو تكوين العقل السوداني، نعني به أشكال التفكير السياسي والثقافي واليومي حتى الأدائي، والطرق التي يفكر بها العقل السوداني، والوسائل والمزاج الذي يعتري هذا العقل ويهيمن ويسيطر عليه في مجابهة أسئلة الواقع، أسئلة التغيير، أسئلة الثقافة، أسئلة الحياة، وأسئلة الوجود كلها. ويسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف معنا الأستاذ قتيبة عثمان. قتيبة عثمان وهو باحث وكاتب ومهتم بقضايا الفلسفة والفكر السياسي. ومعنا أيضا الدكتور أحمد عبد الواحد. أحمد عبد الواحد طبيب وأستاذ في مركز الزريبة للتكوين الفلسفي، مركز الزريبة للفلسفة. وللتعريف بمركز الزريبة للفلسفة، هو إن واحد من المهتمين بالفلسفة وأساتذة الفلسفة عنده زريبة، زريبة بتاعت فحم ويعيش في العباسية. فاهتمامه وشغفه، شغفه بقضية الفلسفة وتعليم الفلسفة، أسس منتدى وأسماه بمنتدى الزريبة لتعليم والتدريب على قضايا الفلسفة، وأصبح منتدى رائج كبير جدا جدا يؤمه الكثير من المهتمين بقضايا الفلسفة، والذين يودون أن يستزيدوا من معرفتهم وعلمهم بقضايا الفلسفة. وصار منتدى رائيا وكبيرا، وهو منتدى الزريبة الفلسفي. وأخونا دكتور أحمد عبد الواحد هو من الأساتذة الذين يقومون بتدريس الفلسفة في ذلك المنتدى. فإلى مسلة أولى من مسلات برنامجنا، ومرحبا بكم. مرحبا بكم السادة المشاهدون الأكارم في مسلتنا الأولى، والتي نتناول فيها موضوع تكوين العقل السوداني. أستاذ قتيبة، قبل ما نمشي في موضوع العقل السوداني، يعني في كتابات كثيرة، نقد العقل العربي، نقد العقل الأوروبي، يعني في كل الدراسات الفكرية والفلسفية في الفترة الفاتت تركزت حول موضوع نقد العقل. هل هنالك أساس منهجي أو مشروعية لسؤال نقد العقل؟ وهل هنالك بالفعل عقل يمكن أن نسميه عقل عربي، عقل إسلامي، عقل سوداني، عقل مصري، وإلى نهاية هذه التسميات، هل هنالك بالفعل سؤال العقل موجود يعني؟ طيب، في البداية أنا سعيد جدا بالإطلال عبر شاشة التلفزيون الأمامي، وبهنيكم يعني على البرنامج. الله يبارك فيك يا أخي. برنامج مسلات. نحن سعيدين باستضافتك، أنت رجل صاحب مساهمة ووجود في الأسئلة اليومية يعني.
هو طبعا سؤال العقل ده سؤال إشكالي جدا جدا. يعني طبعا في فريق في تعريف العقل في الفلسفة. العقل في الفلسفة دي يعني ده مفهوم عنده تعريف محدد وعنده يعني سمات وخصائص وكده. وفي الشائع والمتداول تعريف العقل يعني عنده يعني العقل ذات عنده معنى في المعنى الشائع والمتداول مختلف. نعم. عن العقل في الفلسفه. يعني مثلا بتلقى كانط بيتكلم عن العقل في الثلاثيه بتاعته. نعم. نقد العقل المحض، نقد العقل العملي، نقد ملكه الحكم. فاستخدامه للعقل وتحليله للعقل ونقده للعقل بيختلف عن العقل كما هو شائع ومتداول عند المثقفين او عند ال كما يتم استخدامه أي في عند الدارسين والباحثين في الحقول والمجالات الثانية عبر الحوارات غير غير الـ غير الـ غير الفلسفة. نعم. فبنلقى مثلا لما كانط يتناول العقل بيتناول العقل وظائف العقل باعتبار الـ 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 الهم الأساسي بتاع المعرفة. نعم. يعني حدود العقل في المعرفة كويس، سواء كانت المعرفة دي هي معرفة نظرية أو معرفة عملية. عملية طبعا مرتبطة بالقيم، مرتبطة بسؤال الأخلاق، مرتبطة بسؤال الخير، مرتبطة بسؤال الإشي القيمي، موضوع القيم. يعني هو بيبحث في وسيلة الإدراك اللي هي العقل في حدوده وإمكاناته. نعم. ده عكس ما هو شائع وما هو مستخدم في باقي الحقول الثانية أو المجالات الثانية. يعني مثلا لما تجي تتكلم مثلا عن العقل عند مفكر زي محمد عابد الجابري مثلا، الطريقة اللي بيستخدم بها العقل هو بيوظف في بعض الكتابات بتاعته كانط وبوظف فلسفة، وأصلا هو أستاذ بتاع فلسفة. نعم. لكن بيبحث في المؤثرات كويس اللي أثرت على العقل العربي. دي حاجة بتختلف تماما عن استخدام كانط للعقل وتعريفه وتمييزه. نعم. مع انه الاثنين هم مهتمين بالأساس بتاعين فلسفة، لكن دار اوضح يعني الفروقات ودار اوضح التمايزات بين عقل وعقل. لما نقول عقل بنعني به شنو؟ فانت يعني من البداية لازم تعرف ما هو العقل، هل انت داير تستخدمه او انت داير تحلله او انت داير تستكشفه. زي ما بسموها المناطق مثلا، لازم تدي الحاجه تعريف جامع مانع. جامع بيجمع الخصائص المشتركه، ومانع بيمنع يعني دخول باقي السمات والخصائص الثانيه اللي ما عندها علاقه بتعريفك اللي انت داير تقوده للمفهوم المحدد. والتعريف لازم يكون جامع مانع. طيب اذا قلنا لك قبل ما نتحول لدكتور احمد عبد الواحد، يعني كده سؤال حلقتنا ده اللي هو حول العقل السوداني، حول مقاربة لفهم العقل السوداني. يعني لو قلت لك قعدوا لنا، يعني رجعوا لنا لأساس معرفي معقول، يعني ممكن يكون هو مهم عشان ندير به حواراتنا. يعني حتى سؤال حلقتنا ده ذاته دارين نخطه في المختبر بتاع المشروعيه بتاعت انه كيف ممكن يطرح مختبر بتاع انه هل هو صحيح السؤال ده، يعني هل بقود لنتيجه معرفيه؟ السؤال طبعا هو شويه كده متشعب واشكالي، يعني محتاج لنقاش مستفيض يعني لحلقات يعني. لكن احنا ممكن نقول يعني التعريف عقل بألف ولام العهد، عقل سوداني واحد. نعم. الحاجة دي شوية كده بتكون يعني صعب. يعني احنا لازم زي ما قلنا قبل لازم نبدأ من تعريف انه ما نقصد شنو بالعقل. لكن يعني ممكن نعمل حاجة جرائية نقدر يعني نمرق بها من اللي هنا. ممكن نقول مثلا انه اي في يعني في عقل سوداني، لكن ما نعرفه من خلال سماته.
أو من خلال مظاهره ضمن مؤثرات ضمن الأشكال بتاعت الظهور حقته المختلفة في السياسة في الثقافة في بالضبط. في الفن في في في, في, في غيره يعني من الـ من الـ من التمصورات المختلفة بتاعت بتاعت العقل. ففي مؤثرات محددة أثرت في الـ في الـ في العقل. طبعا سؤال لما نيجي نتكلم عنه بنقول هو يعني الطرائق بتاعت التفكير السودانية. يعني طبعا ما في طريقة بتاع التفكير واحدة بعزوها كل السودانيين, في طريقة تفكير لكن في سمات مشتركة وفي خصائص وفي 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 استخدامات السمة الغالبة فيها بتكون مشتركة وعندها تقدر تقول حاجة ممكن نطلق عليها عقل سوداني, اللي هو طالما احنا بنتكلم عن عقل ما بنتكلم عن انسان, بنتكلم عن انسان يتوجد في بيئه محدده, البيئه دي عندها مؤثرات محدده, المؤثرات دي هي شكلت العقل السوداني. هي طبعا ما حتميه ولا مطلقه, ممكن يقدر يخرج يعني من الـ من الـ من الـ من الـ من القيود اللي كونت وشكلت العقل السوداني ده. ممكن نتكلم مثلا يعني طوال نخش في المؤثرات مثلا اللي اثرت في شكلت العقل السوداني أو كونت العقل السوداني. يعني مثلا في السودان هنا المؤسسة بتاعت التصوف نعم تاريخيا كانت عندها الغلبة في تكوين العقل السوداني. لما نقول مؤسسة التصوف بنقصد الطريقة بتاعت التربية والطريقة بتاعت التكوين لكل أغلب السودانيين يعني في نعم في 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 الوسط مناطق الوسط أو الشمال النيلي نعم. طبعا لأنه في مناطق تانية ما داخل فيها كردفان ودارفور لحد ما, لكن مناطق مثلا زي جبال النوبة زي النيل الأزرق والجنوب قبل ما ينفصل ما كان فيها يعني التأثير المؤسسة بتاع التصوف ما كان كبير. لكن لعبت دور المؤسسة بتاع التصوف عن طريق المسيد كويس بخلق نمط محدد من التربية ومن التكوين العقلي قائم على الفكرة بتاعت الطاعة, الفكرة بتاعت الانصياع, قائم على الفكرة بتاعت التفكير الغيبي, نمط التفكير الغيبي النمط بتاع التوكل كويس. عشان كده بنلقى مثلا المؤثرات دي بتترك بصمتها عبر التاريخ وستيل لحد هسه نحن بنشوف الحاجات دي. يعني ده مؤثر واحد, انا هسه بتكلم عن مؤثر واحد. الحاجات دي تلقاها مثلا في السياسه مثلا وفي في في الاقتصاد, تلقاها في 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 باقي المجالات الثانيه. السيمه بتاعت العشوائيه اللي هي قايمه على التوكل وقايمه على يعني بقول لك خليها على الله مثلا هو يعني فدي واحده مثلا وده طبعا توكل اعمى يعني حتى يعني خليها على الله يعني باسناد الى يعني ربنا قال اعملوا يعني قال اتحركوا يعني قال قوموا يعني ما قال انكم تقوموا من الصباح تلقوا الحاجات لان اتكلتوها علي. يعني انا يا قطيبة كلامك جميل والاجمل في كلامك انه اسست لنا سؤالنا يعني اديته الاطار المعرفي بتاعه لان انا كنت حقيقه يعني عندي ملتبس علي مفهوم العقل ضمن ياض الاطار. دكتور احمد عبد الواحد يا اخي اول حاجه نحن يعني سعيدين في الحلقه دي انه يجينا يعني استاذ في منتدى الزريبه الفلسفي. ويعني انا قبل ما عايزك تجاوب لي على سؤالي ده حول تكوين العقل السوداني بالإضافة اللي حقنا بها قطيبة العقل السوداني اللي هو ضمن المؤثرات أو ممكن تكون حتى عندك رؤية تانية لمفهوم العقل, لكن برضو وعايزك تضيف لكلام قطيبة ده بس لازم تعرفنا بمنتدى الزريبة, تدينا حاجة بسيطة حول منتدى الزريبة لتدريس الفلسفة. تفضل أستاذنا. شكرا لك كثير أستاذ حاتم. أولا سعيد جدا بالاستضافة الكريمة وسعيد جدا أن التلفزيون القومي بدأ يهتم أكثر بالنشاطات الثقافية والفكرية والمعرفية رغم أنها
مبدأ يعني، أو رغم أنه جمهور النشاطات الثقافية والفكرية عادة قليل، لكن أنا بعتقد أنه دور التلفزيون دور رسالي في أنه يرتقي ويرفع الوعي بتاع مشاهدينه ومتابعينه، لأنه الأمم عشان تتقدم لابد من المعرفة، لابد من الوعي. يعني ما حتتقدم بس بالمسلسلات الكوميدية والأغاني رغم أنها مهمة برضو. ردا على سؤالك حول منتدى الزريبة، أنا سعيد جدا أنه أنا أكون هنا ممثل لهذا المنتدى. أنا متابع أولا ومحاضر فيه ثانيا. منتدى الزريبة هنا من على البعد أنا بحيي أستاذ متوكل محمدين. أستاذ متوكل دارس للفلسفة وناشط في التأليف، يعني في تنزيل الفلسفة اللي هي يعني ربما تكون علم أو فن معقد بالنسبة لناس كثيرة. أستاذ متوكل من خلال عديد كتبه بيبسط هذه المفاهيم الفكرية والفلسفية بحيث أنها توصل للعامة. وفي مكانه اللي هو شغال فيه في احد طبعاً دي الـ 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 يعني مكان المنتدى ده يعني دي ذات يعني مساله غريبه وجميله. نسيت اكلم يعني نسيت انبه الساده المشاهدين انه الدكتور هو دكتور احمد هو طبيب واستاذ جامعي في مجال الطب ومهتم بالفلسفه وقضايا الفلسفة. واصل صحيح. أنا يعني في السياق الأكاديمي أستاذ في كلية الطب جامعة الخرطوم، ويعني ومع ذلك باعتباري قارئ قديم ومحب للثقافة تعرفت على منتدى الفلسفة وبقيت يعني بحضر باستمرار فيه لأنه بحب أتعلم أكثر عن الفلسفة وعن العلوم الاجتماعية عموما. برضو من حسن حظي أنه سنحت لي الفرصة أنه أنا برضو أضيف يعني قليلا مما عندي فيما يتعلق بفلسفة العلوم وأخلاقيات العلوم، وبرضو بشارك في بعض المحاضرات اللي علاقة بالتاريخ الإسلامي في وعدا ذلك. أستاذ متوكل أنا زي ما بقول له إنه هو عمل زي سقراط، إنه سقراط كان بيمشي السوق ويقعد يتكلم مع الناس ويحاورهم بلغتهم البسيطة عشان يستطيع إنه يرتقي فهمهم ويوصل لهم المعارف الكبيرة. أنا سعيد إنه هو في مكان عمله اللي هي زريبة الفحم في العباسية، يعني بدأ الأمر بأنه مجموعة من المهتمين بالفلسفة والعلوم الاجتماعية بيجوه عشان يناقشوه قبل ما يتوسع الأمر من أكثر من 5 سنة ويصبح منتدى راتب ثابت كل يوم سبت، وأصبح ليس حصريا على الفلسفة رغم أنه الفلسفة هي مجاله الرئيسي، لكن بقوا يعني بيحاضروا في كل أصناف المعرفة بالإضافة أيضا ل الفنون والأدب والشعر وخلافه. يعني احنا حنستضيف يعني مؤكد يعني زي منتدى الزريبة لابد انه نستضيف أستاذ متوكل ونستضيف لأنه من ضمن قضايانا اللي هي قضايا الفلسفة والثقافة دي من قضايا أساسية جدا، ونحن مهمومين بغياب يعني غياب تدريس الفلسفة أصلا في المدارس وغياب الفلسفة كمبحث أصلا في تفكيرنا حتى في تفكيرنا السياسي وتفكيرنا الثقافي. بنعود تاني للسؤال حول تكوين العقل السوداني. ياتو سياقات ياتو ملامح ياتو مصهر بتودينا لدلالة وجود عقل سوداني وقضية العقل أصلا من ناحية معرفية من ناحية إجرائية من النواحي اللي واصلت لنا فيها الكلام من النقطة اللي توقف فيها قتيبة أو من النقطة اللي أنت عايز تتحرك منها. أنا حضيف على أو أتفق مع أستاذ قتيبة في تعريفه العام للعقل السوداني اللي هو طرائق التفكير السودانية، لأنه كلمة عقل أصلا مختلفة عن العقل اللي اتكلم عنه كانت اللي هو ممكن بالإنجليزي بسموه reasoning، لكن لأنه نحن محصورين بلغتنا اللغة اللي نحن حسي بنتكلم بها اللغة العربية، فمضطرين
مضطرين نستخدم هذه الكلمة كلمة العقل اللي هي أصلها اللغوي بيرجع للعقال، العقال الذي يعقل به والبعير عشان يربطوه يعني عقلها وتوكل. فكلمة العقل عند العرب مفهومهم له إنه الحاجة التي يعني تمنعك من إنك أنت ترتكب الحماقة. نعم. فهي في النهاية هي ما حاجة يعني يعني ماشية لقدام بقدر ما هي شنو راجعة وراء. هذه الأزمة اللغوية ناقشها محمد عابد الجابري في مشروعه لنقد العقل العربي. مهم جدا نحن نتكلم عن العقل العربي رغم انه الهوية السودانية ما ويعني الى الان ما تحددت او ما تم تعريفها بصورة جيدة، لكن الذي لابد من الإقرار به إنه الهوية العربية جزء منها، والدليل على ذلك إنه نحن في هذه الجلسة يا أستاذ حاتم بنتكلم بلسان عربي، فحتى لو نحن عرقيا أو حضاريا أو تاريخيا لا ننتمي لأولئك العرب، لكن طالما نحن بنستعمل لسانهم فنحن محملين بكل ما يأتي به هذا اللسان، لأنه اللغة زي ما بيقولوا علماء اللغويات زي نوم تشومسكي وغيره إنه اللغة ما وسيلة التواصل بس، لكن اللغة هي وسيلة للتفكير بالأساس. فإذا أنت بتتكلم عربي فأنت بتفكر بالعربي، والتفكير بالعربي يعني بيتحمل أو يحتمل برضو هذه السياقات المعرفية اللي هو زي كلمة زي اللفظ ده كلمة العقل دي بقت بسبب يعني دلالاتها القديمة بقت هي يعني مختلفة عن العقل في السياقات الغربية. محمد عابد الجابري في مشروع نقد العقل العربي اتكلم عن بنية العقل العربي ووضعها في وضع لها ثلاثة عناوين رئيسية اللي هي ابتداء البنية البيانية ثم البنية العرفانية ثم البنية البرهانية. يعني شنو الكلام ده؟ البنية البيانية هي البنية ممكن نقول النصية اللي بتستخدم التراث والنصوص لتكوين المعرفة. اللغة العربية نفسها القرآن ده أقدم كتاب اتكتب باللغة العربية. ما كان في كتاب أصلا قبله، وبالتالي لا يمكن فصل اللغة العربية عن الإسلام عن شنو عن هذا الدين الذي جاء بكتاب عربي وأصبحت يعني كان الأساس بتاع الحضارة العربية الإسلامية التي امتدت لقرون طويلة. العقل البياني حسب ما يرى الجابري هو مشكلته إنه غير قابل للتطور، بمعنى اللغة العربية نفسها لما وضعت قواعدها ذهبوا وأخذوا تلك القواعد من الأعرب باعتبار أنهم يبحثوا عن شخص لا يلحن شخص عربي هو يعني عربي لم يتختلط بأي من المفردات الأعجمية. الحاجة دي جعلت أنه المفردات العربية هي مفردات تلك أولئك القوم اللي هم ناس يعني معارفهم محدودة، وبالتالي الألفاظ اللي جات منهم محدودة. حسب ما يرى الجابري دي واحدة من الحاجات اللي ما سمحت للغة العربية بالتطور والمواكبة، لأنها من الأول بادية من مرحلة خلفية. العقل البياني برضو بيتجلى في طريقة يعني النصوص الفقهية والشرعية، لأنه عقل نصي يقدم النقل على العقل. فمشكلة هذا العقل البياني إنه حسب ما يرى الجابري غير قابل للتطور. عشان أرجعك نحن ما زلنا بنتكلم عن نقد العقل العربي اللي هو مكون واحد من عدة مكونات للعقل السوداني. طيب يعني نحن لسه موجودين في الحوار حول العقل السوداني والحوار الثر مع قتيبية وأحمد عبد الواحد، وإلى مسلة ثانية من برنامجنا ونعود لكم مرة أخرى.
حلقة جديدة في برنامج مسلات. مرحبا بكم في الجزء الثاني من مسلات أو في الفقرة الثانية من مسلات مع ضيفي قتيبة وضيفي أحمد الحاج أحمد عبد الواحد آسف. أعزائي المشاهدين ما زلنا معكم في برنامج مسلات. قتيبة وانت بتتكلم عن بعض السمات بتاعت العقل السوداني اللي هي بتتكلم عن الاتكالية والتوكل. التوكل يعني مش التوكل فيما الجف الدين يعني بمعنى التوكل الكسول. وبتتكلم عن بعض السمات بتاعت العقل السوداني. ليه انا يعني جاني احساس انك انت بتستعير في نفس النمط بتاع المركزية الأوروبية في نظرته لنا في الدول المستعمرة القديمة يعني أداة التفوق بتاعت الرجل الأبيض يعني في وصفه للعقل الأفريقي العقل العربي العقل الجديد. كل الكتابات بتاعت الاستشراء النقدت يعني وكل كتابات المستشرقين هي ركزت مع موضوع العقل باعتبار أن في عقل متفوق وفي عقل أدنى. فهل أنت بتعني الكلام ده يعني ولا دي جات منك بشكل لا واعي؟ أنا قبل ما أجاوب على سؤالك ده خليني بس يعني أرجع شوية لورا وأتكلم يعني أواصل في النقطة بتاعتي إنه المؤثرات بتاعت العقل السوداني. قلنا إنه المؤسسة بتاعت التصوف هي لعبت دور كبير جدا جدا في 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 التكوين وترك بصمته لحد هسه، مع إنه في بعض التغييرات بدأت تظهر كده في 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 البنية الاقتصادية والاجتماعية وكده، لكن قاعدة في طرائق التفكير بتاعت السودانيين اللي هي عملية طويلة جدا جدا يعني بتاخد وقت عشان ما تتغير وكده. بتلعب فيها مؤسسات الدولة عبر الحقب وكده في تشكيل الناس وتكوين وتنشئتهم وكده. المؤسسة بتاعت التصوف ذاتها يعني هي جات في بيئة أصلاً الجغرافيا والمناخ بتاع السودان وموقع الجغرافي هو يعني ممكن نطلق عليه الأراضي السودانية دي بتقع في القطاع الرعوي المطري الزراعي. نعم. ودي طبعاً يعني المناطق اللي بتكون رعوية زراعية مطرية دي القطاع التغليبي زي ما بنسميه دي يعني بتخلق برضو أشكال بتاع التفكير وطرائق وبتشكل نفسيات الناس بأساليب محددة يعني بيغلب عليها النمط اللي هو بتاع الـ بتاع الـ بتاع التوكل ده نفسه. فما المزارع مثلا في القطاع المطري بيعتمد على الـ على الـ على المطر اللي هو بيعتمد على الطبيعة. فهو مربوط بالطبيعة مربوط بالـ 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 بما تمنح الطبيعة بما توهب الطبيعة فهو نهب للظروف الطبيعية. بالتالي في الشيخ في ولي في رجل صالح في كجور في غير هو ممكن يعني يتحكم يعني يمنح يعني يسهل له أموره أو يحجب منه في حالة أنه أغضب وكذا. هو بيلتجي لديل طلبا يعني لعطف الطبيعة فهم ديل واسطة للطبيعة لأنه بتجي مواسم بتاعة جفاف عدم نزول للمطر وغيره. فدي تخلق العلاقة الاتكالية أو العلاقة بتاعت التوكل لأنه ما في حاجة هو بيعملها بيده ما في يعني ما عنده حاجة بيقدر يعني ما بيقدر يتحكم في الطبيعة ما عنده قدرة التحكم في الطبيعة ما في أنظمة بتاعت ري ما في غيره وغيره هي دخلت مع الاستعمار. والعقل ده نفسه بيخترق كافة الطبقات بيمشي في كافة الطبقات بدرجات متفاوتة يعني من الرئيس لغاية الغفير لغاية المزارع كله لابد أن يكون في سلطة وراو ممثلة في شيخ في ولي اللي هو بيشكل له الحماية بيشكل له رجل صالح المهم يعني عنده قدرة انه يشوف ما وراء الحجم من هنا حجاب كتب له محايا فدي بتبقى يعني مخترقة كل الطبقات قصدك يعني كل من أفندية لمهندسين لأطباء لدكاترة أيوة لسياسيين الطرائق بتاعت التفكير أيوة يعني هي يعني بتشمل
كل الطبقات بدريات متفاوتة. لكن نرجع لنقطتنا إنه المؤثرات دي إنه الوقوع في 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 قطاع أغلب المناطق تحت السودان قطاعات تقليدية اللي هي رعوية مطرية زراعية ما متحكمة في الطبيعة، الطبيعة هي متحكمة فيها، خلقت الاتكالية دي، بالتالي بيجي في نوع من الـ من الـ من الـ من الـ من 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 عدم تحكم في الأرض في الطبيعة في غيره، فده خلق العقلية التوكلية دي. فالتصوف جاء أكسب الـ 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 الوجود الـ الـ الطبيعي والاجتماعي الصفة بتاعت التوكل دي، لكن البس الباس لباس ديني بنصوص دينية وكده، يعني نسب لي مصدر مقدس انه الله هو اللي بيعمل. لكن هل نحن يعني ده عقلي سوداني ده ولا عقلي ممتد على طول العالم العربي والإسلامي؟ يعني هذه سمات المجتمعات التقليدية، واحدة من السمات حقتها يعني. أستاذ أحمد عبد الواحد، كان في مدخل تكلمت عن محمد عابد الجابري، ويعني تكلمت عن تعريف إجرائي لمفهوم العقل، ومحمد عابد الجابري كان موقفه يعني أو تحليله تناوله لموضوع العقل كده في جهة صلته بالتراث، في جهة صلته بالتراث. لكن طالما نحن هسه بنتكلم عن عقل سوداني، يا ريت تمشي لي في تعريف العقل السوداني ده على مستوى الإنتاج الكتابي الفكري الثقافي، يعني شنو موجود وين وقاعد وين وبيتحكم في أداء من الأداءات السياسية والثقافية وال بشكل عام. الشيء الثاني برضو كنت عايز أسألك، وأنا أفتكر أنه طولت عليك ذات موضوع السؤال، يعني أستاذنا بكري خليل ودكتور الفلسفة بيقول أنه سؤال الهوية ده هو سؤال ذاته صعب الإجابة عليه، لأنه سؤال وجودي، يعني سؤال وجود، يعني سؤال وجود، يعني أنت ما بتقدر تقول أنا اتولدت في السودان ليه، ولا أنا جيت أخضر ليه، ولا أنا جيت أبيض ليه. فالهوية برضو هي ما حاجة متحركة، هي سؤال وجودي أنت ما بتقدر تصفه يعني. فتفضل يا أستاذ. طيب يا أستاذ حاتم، أنا حبدأ مواصلة من كلام قتيبة لو أتكلم وأذهب في الاتكالية السودانية. وهذه هذا الفعل ليس سمة سودانية بحتة، زي ما أنت قلت هو حسب الجابري هو سمة للعقل العربي اللي هو العقل العرفاني الذي يعني تركيبته وتصوره للأشياء قائمة على أشياء لا طبيعية، يعني حاجة أقرب للسحر. يعني مثلا هنا في السودان ممكن تلقى واحد مستواه العلمي والاقتصادي كويس اشترى عربية جديدة وفجأة ضبح بهيمة كده وبقعها مثلا بالدم، تصرف ما ممكن أبدا يعني تقدر تحاججه بصورة منطقية ولا عقلانية ولا برهانية، هو حاجة لا علاقة بطريقة تفكير هذا العقل الذي بيعتقد أنه هذا الفعل شبه السحري ممكن يحميه. نفس الحاجة فيما يتعلق بأنه يكون خاطئ له كمون مثلا، أو أنه زوله يمرض يوديه للفكيه ولا يوديه للشيخ، نفس الحاجة العقل السوداني مسيطر عليه، ويمكن من خلال التصوف، وأنا أعتقد أنها حتى أقدم من التصوف، الحاجات القديمة الكجور ويمكن الديانات التقليدية القديمة الموجودة لها علاقة بارتباطات وجدانية بأشياء غير طبيعية. الجرتك على سبيل المثال، نحن هسه قاعد نعمله كطقس احتفالي، لكن لو فتشت على أصله هو طقس يعني شبه ديني هدفه طرد الأرواح الشريرة يعني. فبرضو بدخلنا في اللي هو ما سماه العابدي العقل العرفاني اللي هو سماه عقلي مستقيل، بمعنى ما داري يمشي قدام، لأنه كمان لما دخل فيه التصوف دخل معاه الزهد، فأصبح إنه هو ما عنده الرغبة، ما انترستد في المستقبل بقدر ما هو يعني عايش على الحاضر وبقايا الماضي. العقل الثالث اللي اتكلم عنه جابر العقل البرهاني،
العقل البرهاني اللي هو العقلاني اللي بينظر للأمور بحللها يفككها يستنتج ويستنبط ويستقرأ منها، اللي هو في التراث العربي عموما كان فترته بسيطة جدا، يعني بدأ بشكل ما مع المأمون والمعتزلة وانتهى مع أبو حامد الغزالي لما كتب كتاب تهافت الفلاسفة، يعني قضى تقريبا تماما على شنو، على هذه العقلانية. فأصبح العقلين المسيطرين على العقل العربي هو البيانية، الناس النصيين الحرفيين السلفيين، والعرفانية اللي هي الحاجة التفكير اللا طبيعي. ما بنقدر يعني الاثنين عندهم تمصفراتهم في العقل السوداني. أيوة. لكن العقل السوداني ما عقل عربي بس، عقل السوداني عنده تكوينات أخرى اللي هو تكوين إنه هو عقل ريفي زي ما يتكلم قتيبة. يعني المجتمعات الريفية عموما يعني أعتقد إنه في السودان يعني ما دخلت الحداثة بشكل فعلي، يمكن ربما حتى هذه اللحظة لو عينا جارتنا الشمالية مصر، مصر في نهاية القرن التسعتاشر بداية القرن العشرين كانت دولة حديثة جدا من حيث آليات الحكم، آليات الاقتصاد، طريقة التفكير، العطاء والإنتاج بتاع المثقفين بتاعنا في تلك الفترة. نحن في السودان إلى الآن يعني دونك إنه الحزبين الأساسيين اللي سيطروا على الساحة السياسية السودانية هي حزب طائفية يعني بتعتقد في قادتها اللي هو شنو العقل رجعنا الى العقل العرفاني. يعني لما يمشوا يصوتوا له وشن يبقوه رئيس الحكومه ما بناء على برنامجه وانما بناء على انه هذا الشخص شخص مقدس جاي من عائله مقدسه. طيب يعني طالما نحن اصلا بصدد الموضوع يعني بصدد الموضوع ده، يعني انا افتكر ان الاستعمار لما جاء يعني ما بنتكلم عن العقل السوداني ونحن بنتجاوز اللحظه لحظة الاستعمار. الاستعمار جاب لنا القطر وجاب لنا التلغراف وجاب لنا أشكال الإدارة الحديثة بما فيها الأحزاب ذاتها. الأحزاب ذاتها برضو ما حاجة لقيناها في واقع، لكن ألا ترى أن الطرقية نفسها الطرق دي ذاتها كانت تعبير عن سياسي في كيف انتمى السودانيين؟ يعني أنا هتكلم عن عنصر الاستعمار لأنه ده واحد برضو من مكونات العقل السوداني. نحن كشعب مستعمر، الاستعمار ما فقط استعمار مكاني لكنه برضو استعمار فكري. المستعمر لما مشى خلى حاجات كثيرة في أفكارنا، في حاجات كثيرة نظرتنا لها بنفتكر أنها هي سودانية بحتة لكن هي ما سودانية، هي مخلفات استعمارية. نعم. على سبيل المثال الناس يعني أوائل الشهادة مثلا بيمشوا طب، أنا بدرس في كلية الطب جونا نوابغ الشهادة السودانية. ده ما وضعي عادي، أي زول شاف دولة ما مستعمرة أوائل الشهادة ما بيشتغلوا طب. دين الناس الناس الأكثر ذكاء والأكثر يعني العقول أكبر وأكثر تفتحا ديل هم لازم يبقوا قادة هذه المجتمعات. بتلقاهم بيمشي يقروا اقتصاد عشان يبقوا قادة اقتصاديين، يقروا محاماة أو سياسة عشان يبقوا قادة سياسيين يقودوا البلد. نحن بسبب إنه المستعمر كان محتاج يعني قوة عاملة كويسة في هذا الموضوع، داير دكاترة ومهندسين وداير أحسن ناس عشان يشتغلوا له الشغل ده. هل أنت بتتحدث من نموذج معياري؟ ما فهمت سؤالك. يعني بمعنى انك انت تكلمت عن الدول الثانيه ما بيخشوا طب بتاخذوا يخشوا اقتصاد، يعني بتتكلم من منطقه مقارنه؟ يعني بالتاكيد انا بتكلم من مقارنه الدول مثلا الاوروبيه اللي هي الدول المستعمره وليس ما استعمرت. فالدول الاوروبيه النوابغ بتاعناها بيهيئوهم عشان يبقوا قاده، بعكسنا في السودان نحن المواهب بتاعتنا الناس الأذكى والناس الأكثر معرفة بيشتغلوا في الطب وفي الهندسة اللي هي وظائف مهما كانت شكلها يعني راقي لكن هي وظائف خدمية، ما وظائف بتقود المجتمع تعبر به لقدام. العقل مخلفات الاستعمار برضو اللي هي بتخلينا مثلا انه نحن فخورين مثلا بطريقة الشهادة السودانية رغم انها هي تربويا حسب علوم التربية الحديثة طريقة ما طريقة يعني كويسة ولا ذكية لتقييم الناس. نجي لموضوع تقييم الناس ده
نحن وصلنا للفقرة الثانية أو الفقرة الثالثة من برنامج مسلات، ونتمنى من السادة المشاهدين أن يتابعوا حوارنا، لأنه أفتكر أنه حوار ممتاز جدا وحوار ممتع مع الأستاذ قتيبة ومع الأستاذ أحمد عبد الواحد. يا قتيبة، يعني في سؤال مهم جدا أنا شايف أن الحلقة دي تورطت فيه، يعني تقريبا هو السؤال شايك ومعقل، لكن ليه نحن دخلنا في تورطنا في موضوع نحن بالمقارنة مع الآخر؟ يعني هل نحن سقطنا في التصنيفات بتاعة المركزية الأوروبية؟ يعني ليه لا كلام الكلام حول الطرقية والطرق الصوفية والعقل الصوفي، العقل القيبي، العقل الكذا، يعني هل انت خاتيه في مقابل الحداثة ولا في مقابل مشروع وطني تحديثي سوداني؟ شنو انت في مقابل الحداثة الأوروبية ولا مقابل إيجاد مشروع وطني ثوري تحديثي فكري ثقافي سوداني مارق من شروط التجربة التاريخية السودانية؟ طيب برضو ثاني قبل ما أجاوب على سؤالك ده، وسؤالك ده طبعا لأنه مفخخ جدا جدا، يعني أنا ما أخذت لك سؤال مفخخ، سؤال الإجابة بتاعتك يعني كانت فخ لا. لكن خلينا أقول بصورة سريعة كده إنه قبل ما احنا كنا بنتكلم عن الـ عن الـ عن الـ الـ المكونات بتاعه العقل السوداني او المؤثرات اللي اثرت في تكوين العقل السوداني، قلنا انه المؤسسه بتاعه التصوف جزء منها. المؤسسه بتاعه التصوف اصلا هي جات في واقع اصلا كان يعني فوق الجانب الغيبي ده، الكجور بيلعب دور ويسال المسيحيه كانت قبال الاسلام كانت انت بتوصيف يعني ما نقدين ده لا ما انت لازم او في البدايه توصف يعني انت توصف وبعد ذلك بتحلل وتنقد، يعني ما انت ما بتقوم بعمليه نقد او عمليه تحليل بدون ما توصف يعني. فالدار يقول لك انه الامتدادات دي، الامتداد بتاعت الجانب بتاع الغيب، عنصر الغيب في التكوين بتاع العقل السوداني اللي هو بعد ذلك عنده ارتباطاته بالتوكل وبالاستبهلليه بتاعت السودانيين وتفاصيل عدم التخطيط وغيره، اللي هي جزء منها الطبيعه لعبت دور كبير جدا جدا ولحد هسه بتلعب دور. والجات الانظمه الاجتماعيه بعد ذلك وطدت الدعائم بتاعت او الاشكال بتاعت الانظمه دي و الطريقة التفكير أكسبتها العنصر بتاع القداسة دي بارتباطه بالقيب أو بالمقدس. فده الدور اللي لعبته الأنظمة الدينية عبر التاريخ بتاع اللي هي بتوطد دعائم النظام الاجتماعي القائم. والحاجة المعروفة يعني في العلوم الاجتماعية وفي الأنثروبولوجيا وكده إنه كل ما كانت الشروط الموضوعية للمجتمعات ثابتة، كل ما كانت الظواهر الاجتماعية وطريقة التفكير مستقرة ومشدودة بالنظام القائم. فالحاجة دي في السودان مستمرة كانت يعني لحد الفترة بتاعت النظام البايد، نظام الكيزان، عبر الميديا كويس، عبر الإعلام حاولوا بقدر الامكان انه يفرضوا مش الطريقه اللي بيفكروا بها، النمط بتاع الثقافه المهيمنه او السائده زي ما بسميها انطونيو جرامشي، عبر الـ عبر الـ عبر الـ 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 عبر الثقافه، عبر الاعلام كويس، عبر المساجد وغيره، زي ما بسميها برضو التوسير اللي هي الاجهزه الايديولوجيه للدوله، اللي هي الإعلام، اللي هي المساجد، اللي هي الكنائس، اللي هي الثقافة القالب، يجي في نمط بتاع ثقافة قالب وسائد مرتبط بالطبقات أو مرتبط بالقوى الاجتماعية المسيطرة، اللي في التحليل الأخير في النهاية تلقى فيها عندها نمط بتاع تفكير محدد ده بيتم تدين الناس به كويس وبيستمر عبر الزمن. فالعملية دي هي عملية معقدة، يعني بيلعب فيها الجانب الثقافي دور إكساب الشرعية للنظام الاقتصادي الاجتماعي على كده يا قطيبة. لكن نرجع لسؤال على كده يا قطيبة، قبل ما يعني نمشي يعني من خلال حديث قطيبة، قطيبة خليك ترجع للسؤال، يعني العقل ده السوداني ده يعني نتكلم عن مظاهره، لكن في السلطة عنده أداة
في السياسة عنده أداة في يعني مثلا الثورة السودانية اللي حصلت دي، وين تصنيفه وتصنيفه ضمن في العقل السوداني اللي انتم بتتكلموا عنه ده؟ يعني يعني هي امتداد لثورات كثيره، امتداد لثوره اكتوبر، امتداد لثوره ابريل. انا ما اتكلم بخطاب سياسي، الثوره العظيمه، الثوره المدهشه، الثوره الكذا، الثوره كذا، لكن يعني هي برضو ما من تجليات العقل السوداني ده. بالتأكيد يا أستاذ حاتم، إحنا لما نتكلمنا عن مكونات العقل السوداني تكلمنا عن المكون الريفي، والعقلية الريفية بتتميز بعدة سمات. أهم حاجة فيها إنها عقلية ذكورية وبعدين متسلطة نوعا ما. يعني في النظام الريفي في القبيلة بكون عندها شيخ قبيلة، شيخ القبيلة ده عنده سلطة مطلقة، ممكن يشاور لكن في النهاية بيمشي بكلامه، بيمشي يعني بالحاجة الحاجة اللي بيحددها. في هذا النظام القبلي نحن يعني خلال أكثر في 60 سنة من بعد الاستقلال ما عشنا ديمقراطية غير في عدد محدود من السنين، وبعد ذاك ديكتاتوريات كانت بنفس الطريقة، يعني الحاكم ده كأنه شيخ قبيلة كبير. بتجد انه برضو وجدانيا هذا الشعب ذو العقلية الريفية غير المدنية، حتى في لحظات الضعف والهوان بيكون بيتطلع لشيخ قبيلة جديد عشان يمسكه ويمشي الأمور، يمسك البلد ويمشي الأمور بالطريقة الصح. غالبية يعني جزء كبير من الشعب السوداني كان كده، لكن طبعا في السنين الأخيرة في تطورات متسارعة في الوعي السوداني، ما نتيجة ل يعني لتحسن جودة التعليم اللي هي للأسف ما جيدة، لكن بقدر ما إنه الظروف الحاضر اللي نحن عايشين فيه، ثورة المواصلات والتواصل والمعلومات، جعلت إنه في قفزات سريعة كده في الوعي. يعني الآن أنت ما محتاج تمشي أمريكا عشان تشوف الناس عايشة كيف، أنت تقدر من مكانك تعرفها. ثورة الوعي اللي يعني تسارعت وتيرتها عند الشباب، الأهم من كده الأفق المسدود. يعني النظام البائد كان ما كان سد الأفق تماما تماما، يعني هذا الشاب ده ما عنده أي مكان في هذا الوطن اللي هو وطنه، هو بحس إنه هو مغترب داخل وطنه، إنه هو البلد دي بلد بتاعت ناس تانيين هو ما عنده مكان فيها، وبالتالي كان لابد إنه هذه الثورة الشبابية إنها تحدث، ويعني تحدث بهذه الطريقة المذهلة أن إحنا شفناها. هل حدثت خارج العقل السوداني ده يعني؟ لا، رغم ذلك الأدوات بتاعت العقل السوداني ذاتها مش هي كانت حاضرة وأبدعت وابتكرت وبإمكانها تبدع وتبتكر أكثر؟ بالتأكيد يعني؟ بالتأكيد، لكن سؤال الوجود وسؤال السلطة وسؤال كل الأسئلة كلها؟ بالتأكيد، لكن زي عشان تخلق الثورة أنت ما محتاج 100% من الشعب، أنت محتاج النسبة الفاعلة اللي هي ممكن تحدث التغيير. بالضبط. النسبة الفاعلة دي أنا يعني على قناعة وإنه وعلى ثقة إنها هي يعني المفاهيم في رأسها مختلفة، ما بتشارك المفاهيم مثلا الغيبانية اللي بيشاركها أغلب الشعب السوداني، أو مفاهيم السلطة المطلقة الفردية اللي قاعدة في وجدان أغلب الشعب السوداني، أو الذكورية القحة المطلقة، ويعني النظر إلى الذكر بوضعه في مرتبة أعلى. أعتقد أنها هي فيها مثقفة وواعية جدا، لكنها للأسف ما بتشكل غير نسبة بسيطة. غالبية الشعب هو بتسيطر عليه التكوينات الأخرى للعقل السوداني، دي حاجة ما بتتغير بالسهل. وقفنا هنا في موضوع العقل السوداني، ووقفة هي قصرية لانتهاء زمن هذا البرنامج، لكنني أعد السادة المشاهدين بأن هذا البرنامج سوف يستضيف في الحلقة القادمة قتيبة، ويستضيف أحمد، دكتور أحمد، لأنه أنا شخصيا حاسي أنه يعني ما قيل في هذا البرنامج مهم جدا، ولسه في أسئلة ما اكتملت، وحتى بالنسبة للضيفين في حاجات كثيرة مفروض يوضحوها ويعني تظهر بشكل جلي وواضح لسؤال
العقل السوداني. شكرا لكم سادة المشاهدين، ووصلنا إلى نهاية برنامجنا.